وبعد كده عرفت ان هو كان فيه المفروض مرعي ساعة ما قالوا لي هو اتكلم بعد ما خد الكرم اتكلم بسي في تصوير هنا بقى مفيش انا عايز اشرح حاجه خالص تشرب ايه؟ شاي لازم بس حاجه سخنه لا هنشرب ينسون ماشي ممكن ينسون حاجه هتشرب ايه؟ شوف جوه خسرت احمد بتعمل ايه؟ هو عنده لا هم من غير ما هم عارفين ان هم مش معانا ولا ممكن نتكلم ايه ماشي بس محترم ما في السكور من قبل ما يجوا الملعب لا هنا ما فيش الكلام ده لعبة الفرق يلا حلوة يا سيدي نجم علي الكشتي برافو انا بس صعبانين عليا الولاد التانيين الماتش ده يطلع 30-28 ما باين اهو لسه في الكوارتر الثالث لسه مع اول الثالث 16 بس الجزيره فرقتهم بقت كويسه اخدوا افضل في لعيبه من عندنا صغيرين على لعيب عندنا في 14 انت عامل شغل حلو عندهم مع البنات هي ماشيه يعني ماشي كويس انا قوام الفرقه اللي موجوده كويس ان شاء الله دي كانت على الشمس ولا كانت على الغابه رضوى جاي يا رضوى ايوه دي كانت على المنتخب بتاع 16 مش جزيرة اصلا؟ لا انا ما خدتش جزيرة من الرياض
برضو أعتقد ماتشات العشرين؟ ماتشات اللي في الاستاد نزلها؟ ايه ده؟ ماتشات النهاية دي؟ عشرين اللي في الاستاد الو يا كابتن محمود انهي باطل؟ هات كرسي هات كرسي مش انا لسه شايف الترند شوية لسه شايف الترند شوية اصبر الله يا ابني مش هو شفت حد ده الشورت كيس ده قلت يبقى ده يا ابني او 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 انا جات لي برضه الدعوه دي بس انا ما رحتش انت باسكت بقول لك لو انت بتصور الصور وبتنزلها على البيج اللي هشوف ما بنتهش حاجه بس لو عايز مشطب عايز عشان الاهلي اذا كان يعني زي ايه ها عامة يعني يجري وامبارح الجو كان بالليل ايه جميل مش عايز يجري ولا دقيقه فين في الاهلي؟ ماتش ولا ايكوال يعني كان بتلعب فين في الاهلي؟ في الاهلي يا عم جرب أو 28 مش كده 26 28 26 هم يمكن 28 الولاد بداوا 8 مين؟ عندهم باسبوع الولاد 8 احنا عندنا ده 8 الولاد 8 الولاد رجال 8 كريم كويس ان هم مجروش حزم بعدين حاتم مستعد انت خدت الاثنين الاولانيين انا خدت اللي هو 4 و 6 الاثنين التانيين كان مع حاتم ده هو اللي شفته بس حاتم كانت مع نوجا مش انت ولا كنت انا ونوجا من الماتش الاولاني هو وهي نوجا بيسي كانت قاعد هنا وبيتكلم بيقول لي مين قاعد على البتاع لقيته جاي راح مديني المايك على طول قال لي انت لايف ده حاتم حاتم عمل كده مع نوجا برضو وبعدين هي عم هو قال لها انا هاجي لك فقلت له ما ينفعش وبعدين عشان انا جه جنبي وراح مديني كابتن خالد وعايزين نعرف الاحصائيات ودورها ومش عارف ايه اكتر حد بوينت وانا قاعد لقيت المايك في ايدي عارف خلاص تعرف اللي بيبدا الحجز اللي بياخد الاساس ده انا باخد الاساس امجد بيجيب لي بنات فرقات مرة في ماتش في الصيد قال لي خد البنت دي معاك ده زي كل الموائل مشي من بدري زعلت شخصيا وعمليا ما هم شغالينها طيب تايم اوت اخد تايم اوت فراح عاصم اسكندريه بيساله بيقول له احنا بس عايزين نعرف من خبرات حاجه كده يعني طبعا بيخبط زملكاوي طبعا عاصم بيقول له يعني هاند بول كله كان عادي كان عندنا احنا كان في ميزه ان كل واحد ممكن يشترك في خمس العاب ويخش فيهم بطولات كمان